ما حكم بيع العملة القديمة بسعر عالي؟ بيع العملة بغير يعني هذه العملة ملغاة ولا تستعمل؟ إن كانت ملغاة فلا بأس ببيعها، لأن من باب المقتنيات فقط، والأشياء القديمة للاحتفاظ بها للتاريخ يجوز بيعها وهي ليست نقدا لأنها ملغاة. أما إذا كانت لا تستعمل على أنها نقد ما ألغيت، يجوز إن بيعت بجنسها فلا يجوز الزيادة ولا يجوز التأجيل، لا بد من التقابض ولا بد من التماثل في المقدار إن كان العملة من جنس واحد، كريالات سعودية بريالات سعودية. أما إذا كانت العملة مختلفة كذهب بفضة أو ريال سعودي بدولار أمريكي أو غيره فيجوز التفاضل والزيادة، لكن لا يجوز النسيئة والدين فيها، لا بد أن تكون يدا بيد. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم.